اخبار اليوم. انا اللي برحب بيك وبرحب باخبار اليوم. كلمينا النهارده بقى عن مشاركتك في حفل شركه ميد نايت شان، وهي بتعلن عن خطتها الانتاجيه الجديده. انا بقول لهم مبروك وبرفع القبعه لاي منتج بيساهم في صناعه السينما في الوقت الصعب ده، في وقت في منتجين كبار سابوا السوق ومشيوا، في وقت منتجين خايفين يضخوا اموال في صناعه السينما لانه الصناعه في ازمه والمنتج ما بيعرفش يعوض الفلوس بتاعته على المدى القريب، فبيبقى في صعوبة في ان يبقى في غزارة في الانتاج، لكن بنرفع القبعة ليه. برفع له قبعة تانية عشان فيلم هتولي راجل، انا كنت بحب الفيلم ده جدا وان شاء الله كنت هشاكر في فيلم، بس ما حصلش نصيب لانه كان عندي انشغال بعمل تانية. انا سعيدة جدا بانه ابارك النهاردة، وفي كلام ان شاء الله ان يبقى في مشاركة مع الشركة ان شاء الله في اعمال جاية، لكن لسه مش عارفة هي ايه، لكن من الواضح ان هم حاطيني في الاعتبار. انا بعتولي الدعوة في الحقيقة مدام نبيلة مكاوي وسارة بنتها، لان دول حبايبي وقالوا لي لازم تيجي وتحضري، وقلت لهم طب لازم دعوة رسمية، يعني ما بحبش اروح اي مكان غير بدعوة رسمية. قالوا لا ما احنا اللي اصحاب الدعوة وكده ولازم تيجي وتحضري. وطبعا انا عشان نبيلة دي غالية عليا قوي هي وسارة، ففي الحقيقة جيت والحمد لله، يعني شيء جميل وشيء مشرف، وان شاء الله نشوف أعمال كويسة وأعمال فيها هدف وفيها قيمة ونرجع الفن لمصر الأصيل. أنا مبسوطة جدا من الشركة وحابة أن أنا أبارك لهم في الاحتفال الجميل اللي هم عاملينه ده، أن هم في ظل الظروف السياسية الصعبة والاقتصادية المنيلة في ستينيلة قرروا أن هم ينتجوا وعملوا فيلمين الفجومي وهاتولي راجل، وينتجوا فيديو وناويين ينتجوا سينما تاني، فده يعني فدائي في زمن صعب، فلازم كلنا نقف جنبهم، كلنا نشجعهم، كلنا نبقى فرحانين بيهم، كلنا مستعدين للتعاون معاهم عشان الفن المصري لازم يفضل موجود، والسينما والفيديو والدراما والمسرح، لأن مصر هي بلد الفن والثقافة والحضارة والجمال والسياحة وكل حاجة حلوة. بيتكلم عن عالم الرهبنة، بيتكلم عن طلاب الرهبنة، المرحلة اللي هي قبل تنصيب الراهب يعني. بيتكلم عن العالم ده، وأنا شايف إن يمكن ده أول فيلم في تاريخ السينما المصرية يتكلم عن عالم الرهبنة أو يتكلم على شكل الرهبنة بشكل عام، وشايف إنه مهم جدا لأن في النهاية إحنا أول بلد أو إحنا أصل البلاد اللي في العالم، يعني إحنا اللي صدرنا الرهبنة للعالم كله. يعني إحنا شاركنا قبل كده بالفعل أنا وهاني بأغنية فيلم هتولي راجل اللي هي مين بيكمل مين، الحمد لله لقيت نجاحها كويس جدا، ومن خلالها أستاذ حسين ماهر قال لا إحنا نكمل مع بعض وإن شاء الله ربنا يسهل في المشاريع اللي جاية، هي بقى اللي هتفرض نفسها إن شاء الله نبقى مع بعض أو لا. بس عموما أنا جاية له النهاردة أقول له ألف ألف مبروك يا أستاذ حسين، حضرتك من الناس الجميلة وإن شاء الله هيكون فتحة خير عليك. وبعدين مش فتحة خير، هو الموضوع إن أنت عامل حاجات كتير قوي قوي، بس جاء الوقت يعني لفرض جاء الوقت لفرض كلمة شركة ميديا نايت للإنتاج الفني، فإن شاء الله بإذن الله يبقى ليها موضوعها وثقلها الفني بين كل الشركات الموجودة. تعاون جميل، هو حسين إنسان من جواه إنسان جميل جدا، أنا بعتبره ابني، مش بعتبره صديق بس، يعني حقيقي بحبه كابن وصديق. سيبك من الشغل، ممكن نشتغل مع بعض النهاردة ممكن لأ بكرة، لكن المهم أن يبقى في نوع من التعاون البناء لخدمة الصناعة في الآخر، وهو راجل يحب هذه الفن وبيحب يحط فيه، أو دليل يعني النهاردة في الشركة عملتها بقى لها 10 سنين
من اكبر الشركات انه هو مهتم يديك قد ايه ومهتم ومحابب انه يعمل شيء الناس كلها تنبسط منه، فده شيء جميل وربنا يوفقه ان شاء الله. ميد نايت سان يعني انا بعتقد احدث شركه موجوده. الاستاذ حسين ماهر يعني واضح انه داخل يعني بمزاج، يعني يعني داخل السينما، وده احنا كسينمائيين بنفتخر بوجود دم جديد للسينما. هو نازل بإنتاج ضخم الحقيقة، يعني عمل أفلام كتير، كان ليا الشرف أن أكون أول إنتاج ليه الفجومي، وأعتقد أن الشركة ماشية في خطوات يعني واسعة، وأعتقد أن هو باصص برضو للعالمية وباصص أنه يعمل أفلام لبرة. فالحقيقة السينما بالذات بتحتفل بأي حد جديد بيخش، دم جديد بيخش، فدي كانت زمان كتيرة. يعني الأول تشوفوا الحفلة وتشوفوا العرض عشان هيجاوب لك على أسئلة كتيرة جدا جدا، هنعرف منه حاجة جدا. الحفلة في الشركة بسيط جدا، يعني في شوريل هتشوفوه الحاجات اللي هتتعمل وكده، والأستاذ مدحت العدل هيكلم على العلنية هيقول لكم بالظبط إيه اللي بيحصل. حضرتك شايف الإنتاج إزاي في مصر في ظل الظروف اللي بتمر بيها؟ حاليا دلوقتي انا اقدر اقول ان مفيش انتاج تقريبا، وليهم عذرهم طبعا لان الوضع الامني وكده في البلد، مفيش سينمات مفيش كذا، دايما في حظر تجول وفي كذا. فحاليا انا اقدر اقول ان كل الناس شبه متوقفين تقريبا يعني.